معنا الآن مستمعي إذاعة وزارة الداخلية السيد العميد مناضل الساعدي مدير إذاعة وزارة الداخلية. أهلا بك سيادة العميد، بداية بارك الله بكم وعظم الله أجورنا وأجوركم بأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أين أنتم الآن لو وضعتنا في صورة أجواء هذه الزيارة؟ نعم زميلي علي، عظم الله ولكم الأجر بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أنا الآن في محافظة كربلاء المقدسة قرب الحرمين الشريفين، وأنا أتابع أخبار الزيارة وأشارك الزائرين وأشارك كوادر دائرة العلاقات والإعلام في تغطياتها المستمرة والحديثة برئاسة السيد اللواء الدكتور سعد معن إبراهيم المحترم. سؤالنا بالشروع بهذه الخطط، البعض يتحدث أنها قد تختلف عن السنوات السابقة من حيث المرونة والإنسيابية، لم تشهد قطع عدد كبير من الطرق. فعلا زميلي علي أحسنت، يعني اليوم وصلنا كربلاء المقدسة أنا وبرفق زميلي الإعلامي علي قاضي، وكان انسيابية في المرور وسهولة الوصول إلى المحافظة الحديدة، ولاحظنا جهود كبيرة تبذل من القوات الأمنية، وبالتأكيد اليوم هناك خطة أمنية محكمة وضعت ودخلت حيز التنفيذ منذ أيام قليلة برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري المحترم. لا ننسى زميلي علي أيضا اليوم كما نواجه بداية حديثي هنالك دور كبير للكوادر الإعلامية في وزارة الداخلية، كما دارت العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية في تستمر في حملاتها التوعوية والتثقيفية لمساعدة الزائرين وبإشراف مباشر من قبل مدير دائرة العلاقات والإعلام رئيس خلية الإعلام الأمني السيد اللواء الدكتور سعد معن إبراهيم. لاحظنا تواجد وانتشار كبير لأبطال الشرطة المجتمعية في تقديم الخدمات للزائرين، كذلك لاحظنا تواجد مهم وكبير لأبطال قسم الشائعات محاربة الشائعات في توعية الزائرين ورصد كل من يحاول أن يعبث بأمن الوطن أو يبث شائعات لإفساد هذه الزيارة. تحياتي لك ولكادر الداخلية الأبطال اللي عودتها إذاعة وزارة الداخلية على التواجد في كافة المحافل والميادين وتغطية شاملة لكل الأحداث. نعم واضح سيادة العميد، أحسنتم مبارك الله بكم على هذا الموقف ونقل الصورة الحقيقية والتفاصيل لما يجري في كربلاء وحتى ما تقوم به الكوادر العاملة في وزارة الداخلية تحديدا دائرة العلاقات والإعلام، وبالتأكيد سنكون معك أيضا ونستثمر تواجدك وزيارتك إلى كربلاء المقدسة لمعرفة التفاصيل أكثر ونقل الصورة الحقيقية لأجواء الزيارة. شكرا جزيلا لكم سيادة العميد، وزيارة مقبولة إن شاء الله وعظم الله أجورنا وأجوركم، وكل الشكر أيضا لسيادة اللواء وللزميل علي غازي. تحياتنا إليك سيادة العميد، شكرا جزيلا.